السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نعمل كيكة الشوكولاتة بالطريقة العجيبة. الطريقة العجيبة يعني انتي بتعملي كيكة بأبسط مكونات، يعني بدون حليب بدون بيض. ممكن تعمليها كل يوم من سهولتها، كتير سهلة وطيبة وبتدوب بالتم. وكمان رح نعمل فوق الطبقة من الكرز، هتلاقي فيها هيك كمان حبات كرز وبتقرج فوقها كمان طبقة تالتة، هتبقى طبقة كريمة هتاكليها لآخر فتفوتة، ما رح تتركي منها ولا حبة من كتر ما هي حلوة. يلا بينا نبدأ. أول شي رح أحضر بكوب ماء ساخن، رح أضيف عليه معلقتين من القهوة، وبعدين رح ضيف عليه معلقتين كبار من الزبدة. رح اتركن على جنب يدوبوا، وهيك الزبدة رح تدوب بحرارة المي السخنة تبع القهوة. بوعاء عميق رح ضيف نص كوب زيت، كوب سكر، فانيليا، انا حطيت كيس فانيليا صغير، يعني انتي ممكن تستخدمي معلقة صغيرة. رح اخلطهم، والسكر طبعا ما رح يدوب بالزيت، رح اضيف عليهم القهوة السخنة، حركهم مع بعض لحتى يدوب السكر. المواد الجافة عندي كوبين ونص دقيق، عليهم 3 معالق كاكاو، معلقة كبيرة بيكنج باودر أو كيس بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة كربونات. رح أنخل المواد الجافة على المواد السائلة، نظف طبقي من الأطراف إذا في أي مواد جافة فوق، وحأبدأ أخلط المكونات مع بعض مضرب أو بالشوكة. حسيت القوام تقيل زيادة، فأنا زودت معلقتين كبار لثلاث معالق مي سخنة. أنا هذا القوام اللي حابة أنا أوصل له، واللي هو قوام متوسط، هي لا كيكة خفيفة ولا كيكة ناعمة كتير ولا تقيلة. أنا مجهزة الصينية، رح أضيف عليها الخليط. طبعاً قبل ما أبدأ أنا شغلت الفرن، يعني قبل ما أبدأ بخلط المكونات أنا شغلت الفرن على حرارة 180. رح ضيف للكيكة قطع كرز، حشيل البذرة منها بهاي الطريقة، طريقة كتير سهلة. فيكي الكرز تقطعيه نصين، وفيكي تخليه مثل ما هو، بيبقى طعمه كتير لذيذ، بيعطي هيك تحسي حالك عم تاكلي قطع فاكهة وانتي عم تاكليها. دخلت الكيكة الفرن، هلأ رح حضر الطبقة الثانية. كملت باقي الكرز، مو كله طبعا، يعني شوي كمان شلت منهم البزر. رح ضيف عليهم معلقتين كبار سكر، عصرة ليمون، ورح اخدهم على النار ببولي. رح ضيف معلقة نشا، رح دوبها بشوية مي، مو مي كتير، يعني مي شوي بس يدوب اني انا اقدر دوب النشا فيها. هلأ الكرز صار حاضر، فيكن تخلوه يستوي اكتر، بس هو كمان هالقوام بيخليه يعني في قرشة فيه شوي، بيبقى كتير لذيذ. رح ضيف النشا عليه وحركه. إذا حسيت القوام تقيل ممكن نزود شوية مي. رح أتركه على جنب يبرد. رح أحضر الكريمة، عندي 3 كياس من الكريم شانتي، أنا ضفت كيسين وبعدين فضلت أني أنا أضيف كمان كيس، كيس حليب بودرة وهذا اختياري، وفانيليا. رح أضيف الماء البلد، أنا ضفت كوب وبعدين لو احتجت حزود نص كوب كمان بشكل تدريجي. رح اخفقهم، رح
حتى يوصل لهذا القوام التقيل. وهيك يعتبر نحنا خلصنا الكيكة كلياتها. رح نحط الكريمة بالبراد، الكيكة بالفرن، الطبقة التانية تبع الكرز حضرناها، والكريمة حضرناها. عندي كوب ماء ساخن أو دافي يعني، ضفت عليه معلقة عسل. الكيكة صارت جاهزة، أنا رح أعمل ثقوب فيها. ارتفاعها كتير حلو، وإذا أنت بتحبيها تبقى مرتفعة أكتر تقدري تحطيها بصينية أصغر. حابة أنه تكون ارتفاعها أقل بتحطيها بصينية أكبر، أنا حطيتها بصينية متوسطة. ضفت المي والعسل، شربتها فيها، هي لسه سخنة، فأنا أخذت معلقة من الكريمة ودهنتها فيها، وبعدين رح أضيف الكرز اللي أنا حضرته، رح وزعه عليها. كتير على فكرة الطريقة سهلة، وهتلاقي حالك حضرتيها بوقت قياسي جدا. رح أتركها شوي على جنب تهدى، وبعدين رح دخلها البراد لحتى تبرد. بعد ما بردت تماما رح ضيف طبقة الكريمة اللي هي هتبقى فوق آخر طبقة. رح وزع الكريمة بكيس أو بمعلقة مثل ما بتحبوا. رح وزعها بالمعلقة، رح ساوي السطح بهذا الشكل. كيكة ولا أسهل من هيك، يعني أنا يمكن من سهولتها ممكن تحضريها كل يوم، مو لازم تحطي طبقة الكرز والكريمة. يعني أنت ممكن تاخدي البيز اللي تحت وتضيفي عليه أي صوص أنت بتحبيه حتى تبقى كيكة يومية. حزينة بحبات الكرز من نفس جو الكيكة نفسه، بكسر اللون هيك بورقة نعناع. على فكرة الكيكة يعني انتي لو حتروحي اي كافيه او محل حلو غالي وتطلبي هيك نوع من الكيكات تبقى كيكة غالية جدا، وخاصة لو انتي حابة تاخدي طعم حلو. انتي بتعمليها بالبيت بأبسط وأقل مكونات وبطعم ولا أحلى. أنا ما رح أقولكم طبعا أنا دخلت البراد تبرد حتى بردت تماما. طعمها كتير كتير طيب ومميزة جدا. قطع الكرز اللي فيها عاملة قرمشة، طبقة الكريمة الخفيفة هي اللي بالنص مع الكرز، بتحسي حالك انك ما بتعرفي شو عم تاكلي، مع الشوكولاتة ممزوجة مع نكهة القهوة اللي بالكيكة، والكيكة ذات نفسها ناعمة جدا، يعني ناعمة هيك بتدوب وسلسة جدا. كتير كتير سهلة، وحتى لو انتي عندك عزمة ناس مثلا كتير كتير كيكة سهلة ولا اسهل من هيك. جربوها وقولولي رأيكم، وما تنسوني باللايك وبالشير وسلام.